السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منها سي أنس اللي كيسولنا تيقول باللي الزوجة ديالو تريد الإنجاب، بغت ولدت، وهو لا يريد الإنجاب في الوقت الراهن. يقول فكنت أستعمل العازل الطبي أثناء الممارسة الحميمية، وهذا الأمر سبب لي مشاكل مع الزوجة. يقول هل يحق لي أن أستعمل العازل الطبي؟ سيد الكريم سيدي أنس، جوابي لك من مسألتين. المسألة الأولى هو أن العازل الطبي حكمه في الشرع حكم العزل. كل هذه المسائل أو هذه الوسائل التي تستخدم في منع الحمل حكمها في الشرع حكم العزل، والعزل مباح في الشرع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الصحابة بأنهم كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا يعني حديث معروف، حديث رواه البخاري، يدل على أن العزل على الصحيح هو مباح. هناك من يقول بالكراهة، والصحيح أنه مباح العزل، استخدام سائر موانع الحمل، هذا الأمر داخل في العزل وهو مباح، بشرط أن يكون هذا الأمر قد وصفه الطبيب. ماشي أي واحد غادي يستخدم مثلا شي مانع من موانع الحمل هكذا، يعني بشكل يعني دون أن يرجع إلى الطبيب حتى لا يكون هناك أثر على صحة ذلك الإنسان. هذه المسألة الأولى، أن استعمال العازل الطبي مباح. المسألة الثانية وهو أن هذا الأمر هل يعود يعني القرار فيه إلى الزوج أو يعود القرار فيه إلى الزوجة؟ وأنا أقول يا سيدي الكريم، هذا القرار لا يعود لك وحدك ولا يعود إلى الزوجة وحدها، بل هذا القرار يعود إلى الطرفين معا، الزوج والزوجة. إذا اتفقا معا على منع الـ 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 يعني الـ الـ الإنجاب أو يعني التوقف عن الإجاب فترة من الزمن، بحالك أنت دابا أسيدي أنس، أنت يعني بغيتي توقف عن الإنجاب، الزوجة بغات، إذن لماذا سوف تحرمها حقها؟ لا أبدا. أو العكس، مثلا الزوج بغى الإنجاب، بغى يولد، ولكن المرأة ما بغاتش تولد، غادي نقول لها علاش غادي تمنعيه من حقه من الأبوة؟ إلا إذا كان هناك وازع وسبب شرعي، هذا السبب يكون مثلا طبيا، مثلا طبيب تيقول لهذيك السيدة أنت الوضعية الصحية ديالك الآن ما كتسمحش أنك تخرجي كتحملي، فهاد الحالة هذه وخا الزوج بغى لوليدات غادي نقول له لا، هنا تعرضت لنا واحد المفسدة مع واحد المصلحة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، بمعنى أنك خصك توقف على الإنجاب حتى تولي الزوجة ديالك قادر على أنها تولد وتحمل، وديك الساعة ممكن أنك يعني تخلي الزوجة تحمل. إذن فالأمر ليس راجعا إلى أحد الطرفين. إذا اختلف الزوج مع الزوجة في هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يمنع حق الآخر. غادي نقول لك أسدي أنس، ما دام الزوجة ديالك بغية لوليدات فهذه الحالة هذه خصك تخليها تفرح بوليدتها، بغت تعيش الأمومة خليها، ما تحرمهاش من الأمومة. اللهم إلا كانوا شي ظروف كما قلت أنت يعني في الوقت الراهن، ربما أن ظروفك ما كتسمح لكش أنك تزيد تولد أو تولد، ربما بحكم مثلا المسائل أو الجانب المادي وهو مهم جدا، لأن الإنسان اللي ما قدرش أنه يعيل واحد أسرة فيها أبناء ما غاديش نقول له سير ولد أبدا. ولهذا شرع الله تعالى وأباح العزل، لماذا؟ لأنه أحيانا تيكون ظروف مادية اللي ما كتسمحش
بهذاك الوليد انه يتزاد، لانه بيتزاد انه عنده مصاريف، عنده احتياجات الى غير ذلك. ففي هذه الحالات نقول له لا ما غاديش تولد، واضح. ولكن ما يكونش الحكم هكذا قاسي، بل ينبغي ان هذيك الزوجه تفهمها وتوضح لها اولا المسلك الشرعي، بلي راه الشرع اصلا هو ما غاديش يبغيك الا لا انك تكوني عندك وليد، خاصو حليب، خاصو هذوك الحفاضات، خاصو دواء، خاصو طبيب، خاصو عنايه. انت كذلك ايها الام لما غتولديه او اثناء الحمل خاصك تغذيه مزيانه، خاصك هادي، خاصك هادي، والظروف المعيشيه ما كتساعدش، توضح لها هذه الامور وان شاء الله سبحانه وتعالى غادي يكون خير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.